بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كنوجه النداء لكل المسؤولين على هذا المسبح ان هاد الاطفال هادو، وانا بصفتنا كرئيس جمعيه طلائع الاجيال للتنميه والتربيه على المواطنه، جمعيه اللي كتشتغل على الاطفال، وحنا في واحد الجهه اللي هي هشه جدا للاباء ديال هاد الوليدات، وكان عندهم اصفتهم من المخيمات، كاين المخيمات، ولكن للاسف الشديد ان الوضعيه ديال هاد الاباء وديال هاد الوليدات هادو يعني مزريه جدا، ناهيك على الغلاء اللي واقع الى غير ذلك. فكنتفاجئوا بانهم كيقفلوا المسبح في وجه هاد الابناء هادو، بما يعني شنو كيقولوا لهاد الوليدات هادو؟ يتعلموا التخدير، يتعلموا اما نعلموا الرياضه السباحه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا ابنائكم السباحه ولما يغركم الخل، ولا صفتهم يتعلموا المسائل اللي غيكونوا يعني ابناء غير فاعلين في المجتمع. اعطاونا المسبح صغير ديال الاطفال الصغار كاع المده ديال ساعتين، بالله عليك واش هاد العدد ديال الاطفال؟ الجمعيات حنا كفعاليه مجتمع مدني حنا كنديروا غير 30 جمعيه، وكل جمعيه عندها 30 طفل، واش غيقدم داك المسبح الصغير لمده ديال ساعتين؟ راه هذا يعني هذه مهزله، هذه والله الا مهزله. نناشد كل المسؤولين باش يديروا معنا حل على المقارب، باش يفتحوا لنا هذا المسبح هذا يعني من الثانيه صباحا الى الثانيه عشر زوالا على الاقل، باش هاد الوليدات هادو يلقاو واحد المتنفس، خصوصا هو المتنفس الوحيد عندهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. اول حاجه بصفتنا حنا كفاعلين جمعويين وكامهات لهاد الوليدات اللي هنايا، راه هادشي اللي كيديروا فيه راه قمه المهزله، راه لا مبالاه لا مسؤوليه. واش الوليدات الصغار بالله عليكم كيمشيو للخصه تيعوموا زعما شنو؟ هذا راه سميتو المسبح البلدي، راه حق لكل طفل من هاد الاطفال اللي هنا. ما يمشيش انا ولدي ولا ولد اي دري ما عندوش او العائله اللي اغلبهم هنا راه الناس الشا، راه الناس اللي ما عندهمش. واش لو كان عندهم غايجيو لهنا؟ قالوا هذا في ديامون فيغ عطاو لابيسينيت فين يمشيو، وكنلقاو الوليدات في الخصه كيعوموا، وتجي تقول لك تشوي المنظر العام، وحلوا لابيسين باش ما يمشيكش يشوي عليك المنظر العام، باش ما يكونش كسيده في الطريق، باش ما يمشيكش وسط الربوان. ما ديرناش راه بزاف ديال المسائل، هادشي راه مدى حشومه، راه عيب وعار هادشي اللي كيديروا فيه هاد الناس. كيفاش مسبح بلدي اللي هو دايرينو لهاد الوليدات هادو تجي انت تقول له لا غنسدو لا عمر في لابيسين صغير، والواد بعمره 12 13 عام خصو يبقى كي غايدير له؟ عمر 14 عام الفوق يخلص، مش من حق مش من القانون منين جبتوها كي درتو لها؟ عمر 14 عام الفوق يخلص من 10 12، إلا غيخلص من 10 12 هو مشي لابيسين يخلص فيه النهار كامل، علاش غايجي لهنا؟ علاش تضيعوا حقهم؟ علاش حنا مصوتين عليكم؟ علاش حنا علاش مصوتين عليكم وعاملينكم تنوبوا علينا؟ باش تهزوا همنا، باش تهزوا هم هاد الوليدات، راه ما عندهمش فين يمشيو، راه إما غادي تحل تلبسين وغندخلوا العمو بالله مزيان، ما تحلش راه الخصة، حنا جالسين هنا النهار ومطال وما عندناش مشكل. خويا جينا هاد الصباح كما العادة على أساس غادي نعوموا وليداتنا الصغار، حتى كنتفاجئوا بالطريقة اللي غادي يتم التسيير ديالها، هو أنهم بغاو يجمعونا كاملين حنا أكثر من 20 جمعية في لابيسين الصغيور، وغادي يدير لنا بارير وغادي يبنى علينا لابيسين الكبير ويجمعونا كاملين بحال الخرفان. اللهم هذا منكار. أنا ما فهمتش أنايا شكون هاد الجهة المسؤولة اللي خرجت بهذا القرار، حتى كنتفاجئوا هاد الصباح هذا باستنكار الجمعيات كاملين، وما بغى حتى شي واحد يدخل، حتى شي واحد موافق على هاد الطريقة هادي. وكناشد السيد الوالي والي جهه فاس مكناس باش يدخل تدخل عاجل ويدير لنا شي حل لهذا الموضوع هذا، لان راه ما عندناش البديل وما عندناش شي بلاصه فين يعوموا هاد الوليدات ديالنا، وما عندناش شي مرتاع ولا شي فضاء فين هاد الوليدات يدوزوا الصيف ديالهم. الله يحسن العوان، هذا ما كيلقاش حتى ما ياكل ويشرب، عاد غادي يمشي للمخيم، عاد غادي يمشي هو يسافر ويقلب على الماء. اللهم هذا منكار. بالنسبه لنا لهذا الشيء هذا حشومه، هذا الشيء اللي كيديروا فيه عباد الله، الناس راه ما عندهمش كيطلعوا زعما باش يتبردوا شويه هنايا، شنو زعما مشيو زعما حنايا للديامون فيغ، راه الناس شو عباد الله ما عندهمش حشومه واش يمشي بنادم يسرق ولا شنو بنادم يمشي يدير؟ راه بنادم كيبغي يطلع يبرد يفوج مع اصحابه، انتم هذا الشيء ما خلاوهمش، كيقول لك سال 10 وال10 وقال لك اللي فوق من 14 عام يخلص، هذا راه الظلم هذا كيقولوا له.